ومرحبا فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم مراسلو التربوية. إن شاء الله هذا اليوم يحملكم كل الأمل والفائدة من خلال متابعة برامجنا على الفضائية التربوية، وخاصة برنامج مراسلو التربوية. ومثل ما تعودنا دائما بنلتقي نحن وياكم كل يوم اثنين في تمام الساعة 11:30 لنكون معكم بجولة مع مراسلينا بمحافظاتنا السورية، لنسلط من خلال الضوء على الواقع التربوي على امتداد هذه المحافظات. فاصل صغير وراجعين. اهلا وسهلا فيكم عن جديد. رح نكون معكم مشاهدينا بمتابعه ميدانيه من محافظاتنا السوريه، وبحلقتنا لليوم هي الحلقه مخصصه لمتابعه سير عمليات تصحيح الاوراق الامتحانيه لامتحانات الدوره الثانيه للشهاده الثانويه بكافه فروعها بالتزامن مع استمرار تقديم الامتحانات. وايضا رح يكون معنا كثير من التفاصيل رح نتابعها مع مراسلينا. بدايه اسمحوا لي حي مراسلينا اللي رح يرافقونا بجولتنا لليوم، وابتدي من عند زميلنا وليد سلطان من حماه، نور ونوس من حمص، فاضل حماد من الحسكة، ضياء قدور من ريف حلب، وتالا الحسن من طرطوس، وسماهر دانون من السويداء. كل التحية لكم زملائنا وأهلا ومرحبا فيكم. بداية مشاهدينا رح نكون في تغطية من السويداء مع زميلتنا سماهر دانون اللي رح تكون معنا من أحد مراكز التصحيح في إضاءة على سير عمليات التصحيح وتفاصيل كثيرة رح نتعرف عليها مع زميلتنا سماهر. إليك سماهر. نعم، مرحبا بكم زملائي في الاستوديو المركزي وزملائي المراسلين في باقي المحافظات، وكل المحبة لمشاهدي شاشة الفضائية التربوية السورية، بالتحديد برنامج مراسلو التربوية. على قدم وساق تبذل مديرية التربية بالسويداء الجهود الحثيثة لضمان سير أمثل العملية الامتحانية، وبتزامن مع سير الامتحانات تستمر أعمال التصحيح للمواد كافة. هناك مواد تم الانتهاء منها وهناك مواد قيد التصحيح. طبعا أنا اليوم في مركز الشهيد أبي حديفة لتصحيح مادة الرياضيات. تفاصيل أكثر سألتقي مع ممثل الفرع والموجه الاختصاصي الأستاذ وسيم عماد، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. الله يعافيك. فريق عمل متكامل، يعني ما بنقول غير الله يعطيهم العافية. بالفعل ما عم بقصروا نهائيا. اليوم كيف بسير التصحيح عم بتشوف؟ هلق بالنسبة لزملائنا مشكورين، يعني تواجد جيد وحضور يعني مقنع، يعني رغم صعوبة النقل زملائنا تجاوبوا معنا بشكل كويس والأمور ماشي تمام، يعني سلم تصحيح واضح ودقيق. يعني بالنسبة لموضوع الأسئلة كانت يعني ضمت هاي الدورة بعض المهارات العالية، وأرسلت رسالة للطلاب بالابتعاد عن التوقعات. كل شيء جائز، يعني كل شيء من المتوقع أن يأتي في الامتحان، يعني فكانت في رسالة واضحة الابتعاد عن التنبؤات والتوقعات والتنجيم وما شابه ذلك. قلت أنه لا سيدي كانت الدورة هذه بصراحة ضمت بعض المهارات العالية، يعني وكانت شوي يعني غير متوقعة. سير العمل عم تكونوا راضيين عن الامور؟ جيده، يعني التعاون زملائنا كثير كويس، يعني ومتعاونين وحضور مقنع جيد، وان شاء الله يعني بالمراحل الاخيره نحن بالعمل ان شاء الله. دائما عم بتكون آلية تصحيح مادة الرياضيات بالذات بالفعل فيها تنظيم، يعني دائما احنا بيكون في لنا وقفة عند هذا الموضوع. انتم عم تمشوا العمل بطريقة جدا منظمة وطريقة جدا دقيقة ايضا. يعني طبيعي، اول ماده الرياضيات لها خاصيه بالنسبه لورقه التصحيح الرياضيات. الورقه يعني تتكون من 16 صفحه، تحتاج لمتابعه ودقه، توزيع اللجان بشكل دقيق، اشراف لجان تدقيق، توزيع المصححين. يعني الماده ماده ضخمه، هي ماده محوريه تعتبر بالمقررات الطلاب، يعني ومن اهم المواد، يعني تحتاج لتنظيم ودقه. يعني ببعض المصححين استاذ وسيم، بس رح نضل معك بالجوله، بس رح التقي بعض المصححين. يعطيك الف عافيه. الله يعافيك. اسم حضرتك؟ وائل العريضي. استاذ وائل، اليوم كيف عم بتشوف السلم منصف للطالب؟ هلا اجمالا السلم جيد بصف الطالب اكيد. كان في بعض الجوانب بالسلم بتراعي الطالب اللي بنقدر نقدم له علامه جيده، يعني نحن كتله العلامه بالسؤال الواحد جربت تكون مجمعه بمكان بينصف الطالب، بيعطيه علامه جيده محل ما بيقدر يكتب. شوف معك اليوم القلم الاسود. تمام. مرحلة ثانية، نحن عندنا قلم احمر اولا، تصحح الاوراق كافة بالقلم الاحمر. وبنرجع بنصحح بندقق بالقلم الاسود تاليا بعد القلم الاحمر، وطبعا في مرحلة ثالثة لقلم اخضر
المراجعة للأوراق. في أي صعوبات عم تواجهوا؟ إجمالا الوضع. حضرتك من وين؟ من شهبة. القدوم عم بيكون كيف؟ عندي سيارتي الخاصة عم بقدر أجي فيها حاليا. الله يعطيكم العافية. الله يعافيك يا رب. إذن مستمرين مشاهدينا بالجولة ضمن مركز الشهيد أبي حديفة بمدينة السويداء بالتحديد لتصحيح مادة الرياضيات. طبعا أنا برفقة الممثل الفرع والموجه الاختصاصي الأستاذ وسيم عماد، رح نشوف بعض القاعات أيضا برفقتك أستاذ. عم بيكون في ثلاث مراحل للتصحيح، بس الغريب أنه يعني عم بيكون في مثلا أخطاء أو بالاعتراضات عم يستفيدوا بعض الطلاب، شو السبب برأيك طالما الورقة عم بتمر بالفعل على ثلاث أشخاص غير اللي بيجمع؟ يعني بالنسبة لموضوع الخطأ غالبا تكون الأخطاء غير مقصودة، من يعمل يخطئ، يعني لا يمكن الله أنه يعني يضمن تماما عدم وقوع أي خطأ، والأخطاء أنه وجدت تكون أخطاء بسيطة وغير مقصودة. يعني نحن سابقا أخطاء جدا نادرة بتصحيحنا، وهناك لجان تدقيق نهائي مغايرة للجان يعني المصححين، القلم الأحمر، القلم الأسود، القلم الأخضر، هناك لجان تدقيق على جمع بعد الجمع، هناك لجان خاصة بهذا الموضوع. إنما يعني قد يحدث بعض الأخطاء، يعني هذا يعني شيء طبيعي، يعني من يعمل يخطئ. اليوم عم شوف بيكون في مغلفات، أنتوا من بداية العمل بتستلموا المغلفات وبتبدأوا توزعوها على المصححين؟ هلق هناك كشف تسليم، يعني استلام من بداية استلام المغلفات بالعدد، اللجان موزعة من البداية، يعني موزعة حسب الأسئلة، كل سؤال له لجنة خاصة فيه، والمصححين مباشرة المصحح يأتي إلى القائمة يعلم أي سؤال سيقوم بتصحيحه، يتوجه إلى السؤال، السؤال موجود، سلم السؤال موجود، مكتوب هناك عناصر مميزة بشرف على كل سؤال، ويعني التصحيح يتم كل لجنة يعني تحمل مسؤولية أحد الأسئلة. أستاذ وسيم عماد موجه اختصاصي وممثل الفرع، كل الشكر لك. شكرا لكم. يعطيكم العافية. أيضا رح ألتقي ببعض المصححين، يعطيك العافية. الله يعافيك. اسم حضرتك؟ بشار هلال. اليوم القلم الأحمر معك يعني مرحلة أولى، يكون في عندكم سؤال، يعني أنتم بتحاولوا تفتشوا كل الورقة بلكي مثلا في شيء مرفق للسؤال؟ أكيد أكيد أكيد. اليوم طالبنا عم يحصل على حقه كامل. إن شاء الله. يكون في صعوبات معينة؟ إيه صعوبات كثير. صعوبات كثير. عدة طرق الطالب حالا. فبنمشي معه، إذا غلط بننتابع على غلطه، لأنه بيتحاسب مرة واحدة على غلط الطالب. نضطر نحط سلم جديد للمسألة، نرجع نصلحها من جديد. في دقة كثير بالعمل. إن شاء الله نحن بهمنا ما نظلم حدا. ما نحط حدا بذمتنا. يكون العافية، ما عم بتقصروا. إذا مشاهدينا كما نرى هذه أعمال تصحيح مادة الرياضيات، أيضا سأطمئن وإياكم على باقي المواد باتصال مع رئيس دائرة الامتحانات الأستاذ باسل مرشد، رح نحن نتصل فيه لأنه هو ما قدر أنه يجي ويتواجد معنا ضمن التصوير نظرا لوجوده طبعا ضمن دائرة الامتحانات ومتابعة أعمال الامتحانات ضمن الدائرة. نحن راح ناخذ اتصال معه طبعا لحتى نطمئن على باقي المواد، لأنه أكيد في سير تصحيح لباقي المواد ضمن محافظة السويداء. في كما ذكرنا يعني هناك مواد انتهت المديرية من تصحيحها، وهناك مواد قيد التصحيح طبعا، وعن جاهزية مديرية التربية. أستاذ باسل مرشد معنا ضمن اتصال. صباح الخير أستاذ باسل. صباح النور يا أستاذ. صباحي. نحن معك على الهواء ببرنامج مراسلو التربوية بشكل مباشر من مركز الشهيد أبي حديفي لتصحيح مادة الرياضيات. هون الأمور يعني عم بتصير على قدم وساق، فريق عمل بالفعل ترفع له القبعة، يعطيهم ألف عافية. أنا بدي أطمن من حضرتك على باقي المواد، شو المواد اللي انتهيتوا من تصحيحها والمواد اللي هي قيد التصحيح؟ أنا بكل عافية. أول شيء طبعا نشكر كل زملائنا اللي بمراكز التصحيح واللي كانوا كمان لهم جهد كبير في تصحيح الدورة الأولى. هلق انتهينا من تصحيح مادة التربية الدينية، وانتهينا من تصحيح اللغة الفرنسية وتصحيح الجغرافيا والفلسفة، وحاليا عم نصحح مادة الفيزياء ومادة الرياضيات. طبعا وعم نجهز تصحيح المواد. نعم، الله يعطيك العافية. أنا كمان بستثمر اتصالي معك بسألك عن الأجواء الامتحانية وسير العملية الامتحانية بشكل عام، كيف عم بيكون؟ عم بيكون في هدوء بشكل عام بالمراكز الامتحانية؟ الحمد لله الدورة الثانية صارت الأمور بشكل هادئ، يتم توزيع الأسئلة في المواعيد المحددة. نعم. ما في مشاكل تذكر.
كل الامور اللي كان لازم تجهيزها في المراكز الامتحانيه تم تجهيزها الحمد لله يعني بشكل عام. كم مركز للتصحيح استاذ باسل، كم مركز للتصحيح عندكم؟ عندنا 4 مراكز تصحيح. نعم. هن نفس المراكز اللي كانوا بالدوره الاولى. الله يعطيكم الف عافيه استاذ باسل مرشد رئيس دائره الامتحانات، ما قدرت تكون موجود معنا لانه عم بتابع امور الامتحانات بالدائره. في العمل والله. نعم. احنا بشكل عام متابعين يعني، ويمكن الفرق التوقيت بعد شوي بتوقع على مركز التوقيت. نعم. بس الفرق الحالي حاليا 200 امتحانات. نعم. ما قدرنا نغادر. يعطيك الف عافيه وكل الشكر لك. الله يعافيك يا أهلا وسهلا. إذا مشاهدينا كما رأينا وأنا وأنتم يعني اطمأنينا على وضع التصحيح، هناك مواد إذا انتهوا من تصحيحها وهناك مواد قيد التصحيح كما أسلفنا وذكرنا، أيضا اطمأنينا على سير العملية الامتحانية، هدوء في المراكز، هناك 30 مركز امتحاني موزعين ضمن مدينة السويداء من ضمنهم مركز صحي ومركز السجن المدني، وهناك 4 مراكز للتصحيح. الله يعطيهم العافية فريق التصحيح، كل الشكر لك إيلون. مشاهدينا هذا كان كل شيء اليوم، كنت معكم أنا سماهر دانون من وراء الكاميرا، منيف الشحف، أعود لكم زملائي في الاستوديو المركزي وأجدد التحية لكم وللمشاهدين. شكرا لك زميلتنا سماهر دانون، كنت معنا من السويداء وأطلعتينا على سير عمليات تصحيح الأوراق الامتحانية للدورة الثانية. بنتمنى التوفيق والنجاح، مثل ما شفنا بعض المواد انتهى وتم الانتهاء من تصحيحها، وبانتظار باقي المواد و بانتظار النتائج بإذن الله. رح نبقى مشاهدينا بنفس الأجواء، ولكن سوف ننتقل إلى حمص مع زميلتنا نور والنوس اللي رح تكون معنا أيضا من أحد مراكز التصحيح للاطلاع على واقع سير عمليات تصحيح الأوراق الامتحانية للدورة الثانية للشهادة الثانوية بكافة فروعها. إليك نور. تحية لكم زملاء في الاستديو وتحية لكل مشاهدي التربوية السورية. نحن الآن متواجدون في أحد مراكز التصحيح وهي في مدرسة خالد بن الوليد، حيث تواصل مديرية التربية بحمص بكوادرها عمليات التصحيح للدورة الثانية للطلاب الراغبين بتحسين علاماتهم وأكمال المواد، وطبعا ذلك وفق سلم التصحيح الذي وضعته وزارة التربية مع توخي الدقة والموضوعية في عمليات التصحيح لإعطاء كل طالب حقه في عمليات التصحيح. للحديث أكثر عن عمليات التصحيح، الأجواء أين وصلت، نلتقي مع الأستاذ وليد المرعي مدير التربية بحمص. مرحب فيك أستاذ وليد ويعطيكم ألف عافية. أهلا وسهلا، الله يعافيكم. أستاذ وليد، مثل ما بنعرف الدورة الثانية بدأت عمليات التصحيح، باشرتم فيها، أين وصلتم في عمليات التصحيح، الأجواء، ومتى ستنتهي عمليات التصحيح؟ طبعا بداية كل عام وأنتم بخير. نواصل الآن تصحيح المواد التي تم تقديمها في الدورة الثانية لشهادة التعليم الثانوي. طبعا بعد كل مادة وبعد إجراء مناقشة السلالم يتم البدء بعملية تصحيح، وقمنا بمجموعة أو بتصحيح مجموعة من المواد وانتهينا منها. أكدنا على زملائنا المصححين الالتزام بالدوام ونحاول تأمين كل المتطلبات التي يحتاجها. أيضا إذا حاولنا وبشتى الوسائل أن نؤمن لهم الجو المريح من أجل أن يكون التصحيح مريح ويعطي الفائدة المرجوة، بحيث يحقق مبدأ تكافؤ الفرص ويحقق أن يعطي لكل طالب حقه. أكدنا على الالتزام بسلم التصحيح، وإن شاء الله تكون هذه الدورة. طبعا لن نؤكد على، أكدنا على السرعة وليس على التسرع، بحيث لا يغبن أي طالب في هذه الدورة. كيف يتم تأمين الأجواء، تنقلات للمدرسين؟ بنعرف أنه هذا الموضوع كتير مهم. طبعا نحن يوم الجمعة والسبت سيرنا أسطول التربية من أجل صباحا وإعادة في بعد الظهر إلى بيوتهم. أيضا في الأيام العادية الصباح يأتون في السير العادي، وفي نهاية الدوام، لأن صباحا نحن ما فينا نأمن السير لأن في عندنا التزام بتوزيع المغلفات والمراقبة، بنهاية الدوام نصلهم إلى بيوتهم عن طريق السيارات المراقبة الموجودة عندنا. يعطيكم العافية. يعطيكم العافية، يعطيكم ألف عافية. يعطيك العافية أستاذ، تعرفني على حضرتك؟ آسف محمد، دكتور آسف محمد، موجه رياضيات ومثل فرع التصحيح. رح
احكي لنا كيف الاجراءات عم تتم، عمليات التصحيح بالدوره الثانيه، الاجراءات اللي عم تتخذوها كون حضرتك مشرف من التربيه. هلا نحن جزأنا العمل على شكل اسئله، 10 اسئله، وزعنا المدرسين على القاعات يعني حسب الكفاءات، يعني احنا بتعرف مستويات الاسئله وكذا. اي الامور جيده يعني، والمدرسين الحمد لله ملتزمين يعني وشغلهم كويس، فالتصحيح ان شاء الله بينتهي قريبا خلال شي 5-6 ايام باذن الله. يعطيكم الف عافيه. يعطيكم الف عافيه. ننتقل ايضا. يعطيك العافيه. يعطيكم العافيه. تعرفنا يا حضرتك؟ مدرس عماد ابراهيم، مدرس ماده الرياضيات. احكي لنا اليوم عمليات التصحيح بلشت، تحكي لنا كيف عم يتم التصحيح، كيف عم تمشوا على سلم التصحيح الموضوع من قبل الوزاره؟ الحمد لله الشباب المدرسين كلهم متعاونين معنا بالتصحيح، والشغل عم يشتغل على السلم تماما مع مراعاه يعني الطلاب، يعني في كذا طريقه ممكن تكون للحل، نحن عم ناخذ كل الطرق الموجوده والممكنه للحل مع مراعاه سلم التصحيح الاساسي. ايش مهم تدقيق الورقه اكثر من مره حضرتكم، تدقيق السؤال فينا نقول حتى كل طالب ياخذ حقه؟ هلا الورقه الامتحانيه بتمر على كذا مرحله، يعني اول شيء مصحح، مدقق، في مراجع، يعني في كذا مرحله لتمر الورقه التصحيح، فما في خوف يعني للطالب، يعني ما في خوف انه تروح له اي جزء من الاعلامي ابدا. تعرفنا حضرتك استاذ، يعطيك العافيه. هلا هلا انسي، المدرس حسن غازي الدياب، ثانويه نظير شيواتي. احكي لنا اليوم عمليات التصحيح عم تكمل بالدوره الثانيه، كيف عم يكون التصحيح؟ كيف عم تدققوا الاسئله لحتى مثل ما بدنا نقول دائما ننصف الطالب وياخذ حقه بالعلام؟ تمام. اول ما يتم اختيار المدرس، يتم اختياره لسؤال محدد، تقسم المدرسين حسب الاسئله. فمثلا تم اختيارنا للسؤال السادس، يتم تعيين مراجع للقاعة، وهو عادة الزميل الأكثر خبرة أو الأكبر عمراً أو الأكثر باعاً في الرياضيات، مراجع للقاعة. ثم تقسم اللجان إلى لجان ثلاثية أو رباعية، يقوم بتصحيح الورقة أول مدرس، يصححها حسب الطرق التي نشر السلم التصحيح وفقها. ننشر سلم التصحيح بكذا طريقة وليس فقط الوارد من الوزارة، مثلاً هناك 5 طرق ممكنة لكل طلب. إذا كان هناك شك بأي سؤال أو بأي طريقة، يتم النقاش بين جميع العناصر على الطاولة نفسها أو في اللجنة نفسها، يتم تداول السؤال بين زميلين أو 3، وإن تم الشك أيضا يتم مراجعة مراجع القاعة، وإن أيضا تم الشك أن الطالب هون بياخد علامة ولا ما بياخد، كمان نروح نراجع نحن مين الموجهين المختصين، وإذا كان في خلاف أيضا يتم مراجعة دمشق يعني الوزارة نفسها حتى يحصل الطالب على حقه بالكامل. طبعا هي بكل طريقة من الطرق، ومثل ما عندكم ملاحظة إذا هلأ صورتوا اللوح أنتم راح تلاقوا أنه مو فقط السلم الوارد من الوزارة، نحن مناقشين كذا طريقة، يعني في 4-5 طرق. يصحح المدرس السؤال ويجمع درجاته، ثم يأتي دور الأخ المدقق، الأخ المدقق أيضا يراجع جمع العلامات، يراجع وضع العلامي، هل هذه الفقرة تستحق 5 علامات أو 3 أو علامتين، لماذا ذهبت العلامي هنا، لماذا أخذ العلامي هنا، إذن أيضا يتم النقاش. لذلك نحن أكيدون يعني ربما يكون هناك أخطاء، ولكن أخطاء نادرة جدا، ولكن بالمجمل كل طالب يأخذ حقه وزيادة إن شاء الله. شكرا لكم. شكرا. يا أهلا وسهلا. يعطيكم العافية. رح نلتقي الأستاذ، يعطيك العافية. ممكن تتفضل لعندي شوي لهون، حضرتك هون المدقق، مراجع القاعة، مراجع السؤال العقدي، السؤال رقم 8. تحكي لنا كيف بتتم التدقيق السؤال؟ هلا طبعا اكيد هي عبر متابعه الزملاء من خلال التصحيح لكل سؤال، من خلال كل لجنه ومدقق مشرف على اللجنه، متابعته من خلال مطابقه السلم العلامات وفق السلم المعطى، واذا كان في اشكاليه او مقترح او اي شيء بحاجه للنقاش بيعرضوا لنا زملائنا او هن بتناقشون، احنا بنرجع بنعطي راينا في انه ياخذ الطالب العلامه الصح ويكون تصحيحنا كمان سليم. يعطيكم الف الف عافيك يا رب. أكيد منوجه شكر لكل الكوادر الأساسية اللي عم تقوم بعمليات التصحيح. وشكرا لكم، وأكيد شكرا لكل الزملاء لأنه فعلا تعبون، يعني بيستحقوا لهم التكريم. شكرا لك. مثل ما شايفين مشاهدينا الأجواء تجري هنا بكل يسر وسهولة، نتمنى التوفيق لجميع الطلاب وتحصيل علامات جيدة في الدورة الثانية. عودة لكم زملاء في الاستوديو.
شكرا جزيلا لك زميلتنا نور ونوف، كنت معنا من حمص واطلعتينا ايضا على سير عمليات التصحيح التي تجري كما شاهدنا مع حضرتك بكل دقه وموضوعيه. بننتقل معكم مشاهدينا الى حما ايضا مع زميلنا وليد سلطان في اضاءه على واقع سير تصحيح اوراق امتحانات الدوره الثانيه للشهاده الثانويه بكافه فروعها، تفاصيل اوفى مع زميلنا وليد. نعم زملاء، في البداية أتوجه بالتحية الطيبة لكادر التربوية في الاستوديو المركزي، ومن خلالكم أتوجه لزملاء المراسلين في المحافظات، والتحية الأجمل والأعطر للسادة المشاهدين. نحن عم نرصد عمليات تصحيح أوراق الامتحانات الدورة الثانية. طبعا بلشت مناقشة سلالم تصحيح كل مادة فور انتهاء تقديم الطلاب من امتحاناتهم، يتم مناقشة سلالم التصحيح في دمشق، ومن ثم العودة إلى مراكز المحافظات للبدء في عملية تصحيح الأوراق. نحن حتى نحط السادة المشاهدين وأولياء أمور الطلاب واقع تصحيح الأوراق الامتحانية حتى نطمنهم إن شاء الله كيف عم يتم سير عملية التصحيح بشكل جيد. نقول لك يعطيك العافية أستاذ. علينا الله يعافيك يا رب. نحن الدورة الثانية الطالب عم يدور على العلامة أو جزء العلامة. نعم. كيف بأمانة عم نصلح الورقة وكيف عم نبحث عن مصلحة الطالب؟ طبعا نحن بالنسبة لنا نحن اللي عم نصلح المسألة الأولى بالفيزياء اللي هي مسألة النواص. نحن عم نتقيد بحرفية السلم، ودائما نحن بنأكد يعني ضمن الورقة بركي في إيجابي في مكان ثاني، أو مثلا ممكن حالي الطلب في مكان ثاني، بنفتش الورقة من أول لآخر مشان ما يروح عليه أي شيء الطالب، ودائما نحن مع الطالب في كل شيء. يعني هلا استاذ انت عم تقول حرفيه السلم، احيانا في قانون وفي روح القانون، في احيانا بعض الطرق بتوصلني للحل الصحيح، بتناقشوا فيه بتعطوه للطالب؟ طبعا نحن بنتناقش فيها، ونحن بنحكي مع الوزاره بالموضوع، ممثل الفرع بنتكلموا بالموضوع اذا في طريقه ثانيه غير الطريقه الموجوده بالسلم، وبتتواصل مع الفرع ويتم تعميمها. اذا دائما مصلحه الطالب هي واضعينها نصب اعيننا. تمام استاذ، نحن ما بنحب اللي يكون علاماتهم تامه باذن الله. ان شاء الله يعطيكم العافيه. طبعا نحن زملاء راح ارصد مركز التصحيح بكذا قاعه وكذا مكان، راح نشوف وضع التصحيح كيف عم تصير امور عمليه التصحيح للاوراق الامتحانيه. بقول لك يعطيك العافيه استاذ يحيى. نحن هلا نوهنا بالمقدمه، نحن الطالب بالدوره الثانيه عم يدور على العلامه، على جزء العلامه، شو وضحنا للساده المصححين حول مصلحه الطالب؟ طبعا اول شيء بتشكر كل المدرسين اللي التزموا بعمليه التصحيح، وبنقول يعطيكم العافيه وجهودكم مشكوره طبعا، وتعبوا كثير طبعا بالدوره الاولى وهلا عم يتعبوا بالدوره الثانيه، طبعا بالاضافه للمشرفين على عمليه التصحيح موجهين الاختصاص. طبعا نحن من خلال اجتماعاتنا مع ممثلي الفروع اكدنا على الدقه في التصحيح والدقه ايضا في الجمع، كون هناك اعاده للتصحيح في هذه الدوره. طبعا الكل ملتزم والله يعطيهم العافيه، ان شاء الله تكون الدوره هي افضل وما يكون في عندنا اي اخطاء بالتصحيح. هلا نحن استاذ يحيى الدوره الاولى الحمد لله حما يمكن كان نسبه اخطاء شبه عدم، هلا ان شاء الله شو بنوعد الساده المشاهدين والطلاب حتى يطمنوا وضع اولادهم؟ يعني اول شيء الحين بنطمن الاهالي انه اوراق اولادكم بايدي امين ان شاء الله تعالى. طبعا نسبه الاخطاء كانت اول الاعتراضات كانت 7000 اعتراض، طلع منهم 71 فقط، فنسبه 1% ما كثير ابدا بالنسبه للاعتراضات. نحن ان شاء الله بالدوره الثانيه بنوعده انه ان شاء الله ما يكون في اي خطا، بوجود طبعا بوجود الـ يعني المدرسين الاكفاء اللي عم يقوموا بعمليه تصحيح وايضا المشرفين على العمليه، بتمنى لهم التوفيق والصحه والسلامه دائما. شكرا استاذ يحيى. طبعا زملاء بدنا نشوف كمان الزملاء اللي عم يشتغلوا بالميدان بالتصحيح، بتشوف الانسه لك يعطيك العافيه. نحكي عن طبيعه العمل هلا كيف عم نشتغل؟ الحمد لله الدوره الثانيه طبعا بدها تكون ادق، وبالنسبه للمصحح بده يشتغل بادق لانه في يمكن اعاده تصحيح الورقه، ولذلك الحمد لله يعني بكل الاساتذه اللي عندنا والانسات مجدين ويعني ودقيقين من الدورة الأولى، يعني كانت الأخطاء شبه معدومة الحمد لله. وهلأ نحن إن شاء الله بدنا نوعد السادة المشاهدين والطلاب وأهاليهم الأخطاء صفر. إيه الحمد لله إن شاء الله بإذن الله تعالى، لأنه ما شاء الله كله مدرس بكالوريا وكله بيصحح بشكل جد ودقيق جدا يعني. الحمد لله. بدي أشكرك وأقول لك يعطيك العافية. طبعا بدنا ننتقل لمكان آخر حتى نرصد عملية التصحيح بشكل دائم، بنقول نعطي للسادة المشاهدين كيف طبيعة التصحيح عم تصير. بنشوف زميل المصحح بقول لك يعطيك العافية. هلا نحن حكينا للزملاء المصححين الورقة هي أمانة بين أيدينا، عم نبحث عن مصلحة الطالب كيف نصححها. إذا تشابه عليك إجابة
بين الصح والخطا مع الطالب دائما نحن، ونحن دائما نحن عم نصحح. انا ما اعتبر انه الورقه هي ورقه اخي او ورقه طلابي انا اللي عم اتعب عليهم خلال السنه كلياتها، يعني نحن دائما مع الطالب، واي شيء مثلا بيصير في تشابه او كذا او نحن مثلا ما بنعرفه جديد علينا مباشره بنروح لعند الموجه الاختصاصي. اذا دائما مع مصلحه مع الطالب اول شيء بالخطوه الاولى، نحن عندنا الطالب اهم شيء الطالب. وانا دائما بالنسبه لي بتخيل انه طالب اللي عم يتعذب عليه خلال السنه، او اخي مثلا اخي اللي عم يتعب مثلا او عم يسهر، يعني دائما احنا مع الطالب بالدرجه الاولى. بدي اشكرك ولك يعطيك العافيه، شيء مطمئن. حديث طبعا زملاء مثل ما ملاحظين الكل حريص على مصلحه الطالب. بدي اشوف كمان احد الزملاء المصححين، لك يعطيك العافيه. هلا سالنا زملاء قبلك كمان، الكل عم بياكد على الحرص مصلحه الطالب، مناقشه السلم، تصحيح وفق السلم. كيف عم تتم عمليه التدقيق بعد التصحيح هون مشرف على المساله الثالثه، فبسحب عينات من الاوراق وبعيد تصحيحها مره ثانيه، اتاكد انه شغل الزملاء صحيح ولا لا. بسحب 10% من الظرف. تمام. سؤال هلا لحاله بيطرح نفسه، اني هلا نحن عم نشوف الزملاء، وجدت خلال مراجعتك في شيء خطا صلحناه؟ لما الحمد لله الامور تمام. الحمد لله لهلا تمام الساعات، ما نحن عم نشتغل بشكل بطيء لحتى لينا ما يصير في عندنا اخطاء. تمام. نحن هلا الدورة الثانية لها خصوصية في إعادة تصحيح، بدها دقة أكثر. ليش؟ لأنه في عندنا إمكانية إعادة تصحيح حتى ما يصير في تناقض بين الدورة الأولى والتصحيح الأول للورقة وتصحيح ثاني. بدي لك كمان يعطيك العافية، جهودكم مشكورة إن شاء الله. كمان بدنا نشوف الزميل المصححة، بقول لك يعطيك العافية. هلا نحن الاجواء التصحيح الحمد لله جيده، كيف عم نصحح الورقه؟ مرتاحين نحن نفسيا اول حتى نطمن الساده المشاهدين؟ اكيد اكيد مرتاحين نفسيا للتصحيح، وتصحيح هي الدوره افضل بكثير من الدوره الثانيه لانه فيها دقه متناهيه وما في سرعه بالتصحيح ابدا ابدا. كل شيء بيقول في سرعه بالتصحيح من الاخبار اللي عم نسمعها هي كلها عاريه عن الصحه، والتصحيح عم بيتم بدقه متناهيه ولمصلحه الطالب اكيد اكيد اكيد. هلا نحن بالدورة الأولى مثل ما تفضلتي حكيتي إن في سرعة، نحن كان في سرعة لما الطبيعي كان؟ لا ما في سرعة أبدا أبدا، بس هي كلها كانت إشاعات على سرعة التصحيح. بالعكس التصحيح كان بدقة بالدورة الأولى وبالدورة الثانية، والدورة الثانية عم نراعي بالدورة الثانية كمان في 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 دقة متناهية، والعلامة اللي عم تنحط أكيد أكيد لمصلحة الطالب. هلا خلال الأوراق اللي صححتيها كيف كان مستوى الإجابات؟ شيء جيد إن شاء الله؟ جيد إلى حد ما، يعني ما منقول جيد جدا بس جيد إلى حد ما، يعني مع أنه الأسئلة كانت كتير يعني بمستوى الدورة الأولى إذا ما كانت أفضل من الدورة الأولى. بدي لك كمان يعطيك العافية. طبعا زملاء نحن مثل ما ملاحظين الكل أجمع، الأسئلة سهلة مناسبة. بدي أشوف كمان ممثل الفرع المادة، بدي لك يعطيك العافية. هلا نحن الزملاء دائما الحمد لله أهم شيء نأمن لهم الأجواء المناسبة، الرياحة النفسية. شو سوينا لحتى يأدوا عملهم الوظيفي بشكل جيد؟ الحمد لله جهزنا نحن المركز، وزملائنا التحقوا بالدوام يوم السبت وباشروا عملهم. المي موجودة، المي الباردة، شوي الكهرباء الساعة وضعها، يعني ان شاء الله بنأمل لهم. هلا نحن برد باكد نحن الاجواء الراحه النفسيه للمصحح متواجده، عم نساعده نريحه حتى يؤدي عمله الوظيفي بشكل جيد. الحمد لله رب العالمين، كل مصحح عم يؤدي عمله برياحه تامه دون اي ضغط دون اي شيء يعني. إذا هي كمان حصلنا على إحدى الإجابات، المصحح طالما إذا بيأدي عمله بأريحية تامة بأجواء مريحة، والحمد لله بالدورة الثانية مثل ما حكينا بالبداية ما في ضغط، وأكدوا لي جميع زملاء المصححين عم يشتغلوا بأريحية تامة. أعداد الأوراق الدورة الثانية بتقل عن الدورة الأولى، مما بيعطيهم أريحية بعملية التصحيح والتدقيق والجمع، والكل أجمع أن الأوراق الامتحانية هي أمانة بين أيديهم. كل ورقة امتحانية هي بمثابة لابن أو لطالب أو لأخ له، فذلك الحمد لله منطمن السادة المشاهدين، منطمن السادة الطلاب، أبنائنا الطلاب، أن الأجواء الامتحانية وتصحيح الأوراق عم تصير بشكل جيد. بتمنى لكل طالب يحقق مراده من حيث تحسين المواد أو الإكمال حتى ينتقل ليتابع تحصيله العلمي في المراحل الجامعية. بتمنى الخير والنجاح للجميع. لكم من التحية أنا وليد سلطان من خلف الكاميرا، زميلي حكم الحموي. بنعود إلى حضراتكم في الاستديو وإلى لقاء آخر.
شكرا جزيلا لك زميلنا وليد سلطان، كنت معنا من حما وايضا اطلعتنا على سير عمليات التصحيح في مراكز التصحيح في حما، ولاحظنا انه المسؤولين عن هذه المراكز يحاولون تقديم افضل الخدمات الممكنه حتى تكون هذه العمليه بمنتهى الدقه والموضوعيه. رح نبقى بنفس الاجواء ولكن سوف ننتقل الى طرطوس مع زميلتنا تالا وتفاصيل عن سير عمليه تصحيح الاوراق الامتحانيه ايضا للشهاده الثانويه بكافه فروعها. تفاصيل اكثر مع زميلتنا تالا. لكم زملاء في استديو التربوية في دمشق، وتحية أيضا للزملاء المراسلين ولكل مشاهدي قناة الفضائية التربوية. من جديد نحن متواجدون معكم من أحد مراكز التصحيح في محافظة طرطوس في مدرسة الشهيد مصطفى خلوف، لنطلع معا على سير عملية تصحيح الأوراق الامتحانية للدورة الثانية لشهادة التعليم الثانوي. لحتى نعرف تفاصيل طبعا أكثر رح يكون معي الدكتور يوسف عيسى منسق مادة التربية الدينية الإسلامية في طرطوس. يسعد لي أوقاتك. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا فيك دكتور. هلا مثل ما بنعرف يعني لسات الدورة التكميلية مستمرة، لسه الطلاب عم يقدموا امتحانات، واعتبارا هي أول مادة عم بيتم تصحيحها اليوم هي التربية الإسلامية بمركز الشهيد مصطفى خلو. سبق أن تم تصحيح بعض المواد التي سبقتنا في التقديم. نحن بدأنا بتصحيح المادة، عندنا محافظتان والتصحيح يبدأ منذ البارحة وفق أسس حددتها الوزارة واتفقنا عليها أثناء مناقشة السلالم. كيف عم تكون السلالم هلأ؟ يعني هي مختلفة عن الدورة الأولى، الأسئلة كيف كانت؟ خبرنا. الأسئلة كانت موضوعية، كانت واضحة، كانت شاملة، كانت متدرجة، أيضا تراعي جميع مستويات الطلاب والفروق الفردية بينهم، وعلى أساس ذلك تم مناقشة السلالم حيث تم وضع الأسس والروائز التي يعتمد عليها المصححون في جميع محافظات القطر العربي السوري. عم تكون طبعا أكيد اللي بيكون عدد الأوراق بجوز أقل من الدورة الأولى كونها هي دورة تحسين أو تكميل، صحيح؟ بالتأكيد عدد الأوراق أقل من عدد الأوراق التي تم تصحيحها في الدورة الأولى، عدد الأوراق ما يقرب من 1200 ورقة. كيف عم بيكون التنسيق بين حضرتكم ومديرية التربية وأيضا المصححين يلي عم بيجوا لحتى يصححوا الأوراق الامتحان؟ تم استدعاء المصححين من المناطق القريبة ومن المختصين في تدريس مادة التربية الدينية الإسلامية لأنهم الأقدر على تحقيق الدقة في التصحيح وتصويب المعاني التي كتبها الطلاب ورصد الورقة بصورة إيجابية وفق الروائز المعتمدة. نعم شكرا كثير لك دكتور، واكيد يعطيكم الف عافيه يا رب. يعني كمان زملاء نحن هلا رح نتابع رسالتنا بالمركز لحتى نشوف الزملاء والمصححين اجواء العمل كيف عم بيكون اليه سير عمل التصحيح. يسعد اوقاتك. اهلا وسهلا. عرف حضرتك المدرس علاء الدين اغا. اهلا وسهلا فيك. خبرنا شوي عن اجواء العمل، عن امتى من امتى انتم عم تجوا تداوموا وتبلشوا بتصحيح الاوراق؟ الدوام من الساعة 7:30 صباحا حتى الساعة 2:45 ظهرا، وفي يعني أريحية بالعمل قدر الإمكان. في أي صعوبات عم تواجهوها أثناء العمل؟ لا يوجد صعوبات، يعني خصوصا الجو فيه هوايات هلا ما فيها الشوب صار. هلا في شوي هواياتهم بالمدرسة مفتوحين لبعض. بس أيوة نحن هون عندنا بالمدرسة في ممر عبور وفي زملائنا جيدين جميعا و جميع الموجودين هون. شكرا كثير لك، يعطيك الف عافيه. كمان رح نتابع زملاء. يسعد لنا اوقاتك. يا هلا وسهلا. عرف حضرتك المدرسه ميساء زغور. اهلا وسهلا فيكي. خبرينا يعني هلا انت مصححه بالدوره الاولى؟ ايه. كيف عم تشوفي فرق مستويات الطلاب الاجوبه؟ هلا في هيك وفي هيك، في مستويات منيحه، في وسط، في عادي. كونه دورة تكميلية يعني الدورة الثانية المفروض يكون في هيك تحسين أجوبة أفضل؟ أكيد لازم يكون أفضل. إيه في أفضل، إيه أفضل من الدورة الأولى إن شاء الله يا رب. إن شاء الله أكيد كل التوفيق. شكرا كثير لك، يعطيك ألف عافية. كمان نحن زملاء خلونا نتابع الأجواء هون. يسعدنا أوقاتك مدرسي لبنى الشيخ. أهلا وسهلا فيكي. خبرينا كيف أجواء العمل؟ ممتازة كثير منيح، الجو مريح ومثل ما حكى زميلنا هوايات وبرودات.
ان شاء الله وصلنا من تصحيح كثير حلو كثير كويس يعني مبين انه كيف الاسئله مختلفه عن الدوره الاولى ولا سهله الاسئله سهله وشامله للمنهاج كله بتشمل كل المستويات عم تعذبوا شيء بالتصحيح حسن بالطلاب يعني بعلاماتهم واضح يعني ان شاء الله يا رب اكيد نتمنى يعطيهم العافيه أكيد يعطيكم أنتم كمان ألف عافية ونتمنى لهم كل التوفيق لطلابنا كمان خلونا نتابع برسالتنا مع الأستاذ ونتعرف على حضرته يسعد أوقاتك أحمد أهلا أوقاتك يا رب العالمين أعرف حضرتك أحمد معلا وصفة عملك أمين سر مركز تصحيح مادة التربية الإسلامية في محافظة طرطوس خلينا نحكي شوي اليوم عن عمل أمناء السر طبعا نحن بعد انتهاء المادة بعد يوم بعد يومين تقريبا بنروح على المركز دائره الامتحانات على دائره الامتحانات بناخذ الاوراق او المصنفات المخصصه وبالتالي يتم تجهيز المركز الامتحاني او المركز التصحيح مركز التصحيح بكل مستلزماته من ورقيات من كل ما يلزم المصحح بحيث يكون المصحح في أماكن مريحة طبعا مرتاح المصحح في المركز وتشكيل اللجان وتوزيع المصنفات على هذه اللجان وبالتالي أخذ النسب بعد انتهاء الأوراق أخذ النسبة وبالتالي إعادتها إلى المركز الامتحاني أو لإدارة الامتحان شكرا كثير لك استاذ واكيد يعطيكم الف عافيه يا رب يعني كمان عم نشوف الزملاء هون مثل ما عم نشوف سوا بعين الكاميرا عم بيصلحوا في طبعا اليه عمل معينه للتصحيح في اول شيء قلم احمر وفي اسود هونيك رح نتعرف على الانسي هون تدوات الانسي احسان خليل مدرسه التربيه الاسلاميه مصححه في المركز هون اهلا وسهلا فيك بتعرف شوي على اليه التصحيح طبعا التصحيح بيكون موزع بين الزملاء نحن لجنة هلا ثلاثية بيكون ثلاث مصححين مع مدقق طبعا هلا استثنائيا لأنه هي دورة استثنائية أكيد وبالتالي كل مصحح منا رح يستلم سؤالين والمدقق بدقق باقي الأوراق أكيد يعطيكم ألف عافية هلا أنت والزميلة هون عم تصلحوا أول شيء بالأحمر بنصلح نصلح بالأحمر أكيد نحن بنصلح بالأحمر الزميل المدقق بالأسود تمام شكرا كثير لك خلينا نشوف كمان سوا الزميل كيف عم بتكون عمليه التدقيق يسعد لنا اوقاتك اهلا صباح الخير صباحك ورد يا رب تعرفنا عن حضرتك المدرس محمد طرابلسي مدرس بثانويه الشهيد عبد اللطيف غانم اهلا وسهلا فيك خبرنا يعني اليوم عن عمليه التدقيق يعني عم بيمروا الاوراق الامتحانيه عم يتصلحوا بطريقه دقيقه عم بيتصلحوا كذا مره عم يمروا على لجنه مختصه عم يوصلوا لعندك حتى تدقق الاوراق خبرنا شوي نحن دائما نتحرى الدقه بالتصحيح حتى ما ينحرم الطالب ولو جزء من العلامه الاسئله بتتصحح وبعدين نحن بنعيد النظر فيها وبنعيد جمع العلامات حتى تكون الورقه مدققه تماما ممكن تواجه عم تشوف اخطاء يعني ممكن يمر خطا من احد الزملاء كذا عم بيتم تلافيه وتصحيحه ما بيخلى الامر طبعا من لا يعمل لا يخطئ نحن بنستدركه وبنتلافى للخطا نعم شكرا كثير لك يعطيكم الف عافيه يا رب يعني مثل ما عم نشوف زملاء اجواء العمل مستمر طبعا عمليه التصحيح للاوراق الامتحانيه للطلاب الشهاده الثانويه حاليا طبعا عم بيتم تصليح ماده التربيه الاسلاميه عم بتكون طبعا اكيد الاعداد بتكون اقل من الدوره الاولى لانه هي دوره تكميليه ثانيه ودوره تحسينيه لمواد الطلاب بنتمنى لابنائنا الطلاب كل التوفيق وان شاء الله يا رب بتكون الدوره الثانيه يعني هي خطوه ايجابيه لإلهم حتى يقدروا يحسنوا من علاماتهم يحسنوا من اختيارهم لمستقبلهم بعلامه كويسه بالبكالوريا حتى يقدروا يختاروا فرع جيد وبحبوه بالمرحله الجامعيه بنتمنى لهم كل التوفيق اما الان عوده لكم زملاء في استوديو التربوية في دمشق شكرا لك زميلتنا طالة الحسن كنت معنا من طرطوس ايضا في هذه التغطيه ورح نتابع معكم ولكن من حلب مع زميلتنا ضياء قدور اللي رح تطلعنا على تفاصيل سير عمليه تصحيح الاوراق الامتحانيه للدوره التكميليه للشهاده الثانويه بكافه فروعها في مراكز التصحيح في حلب لك ضياء تحية لكم زملائي بالاستديو وتحية لمراسلين التربوية بالمحافظات السورية والتحية الأجمل دايما لمشاهدين ومتابعين شاشة التربوية طبعا نحن متواجدين معكم حاليا بأحد مراكز التصحيح للأوراق الامتحانية للدورة التكميلية للشهادة الثانوية بكافة فروعها
طبعا بهذا المركز عم بتم تصحيح بعض المواد. حتى نحكي اكثر عن مراكز تصحيح والعمليات اللي عم بتم فيها، راح يكون معي بدايه رئيس دائره التوجيه والمناهج الاستاذ محمد رسول قصير الزيل. يسعد اوقاتك استاذ. يعطيكم العافيه، يسعد صباحكم. استاذ محمد، بدايه نحكي عن مراكز التصحيح، كم مركز في عنا واليه العمل فيها؟ تم تجهيز مركزين تصحيح اللي هن معهد الفنون النسويه واحمد سلسبي، وتم تقسيم المواد بين المركزين بحيث احمد سلسبي يتم تصحيح فيها ماده اللغه العربيه والفيزياء والكيمياء، وما تبقى من المواد في مركز معهد الاقتصاد المنزلي تم تجهيزهم. انتهت بعض المواد من التصحيح مثل ماده الجغرافيا وماده التربيه الاسلاميه وعندنا ماده الفرنسي، وحاليا نحن في مركز معهد الاقتصاد المنزلي حيث يتم تصحيح مادة الرياضيات ومادة الفلسفة، وكل ما بيتم الانتهاء من تقديم المادة يتم مناقشة السلم ومن ثم الانطلاق باليوم الثالث في تصحيح المادة. استاذ محمد، طبعا عمليات التصحيح عم بتتم الساعة 8 ولا بعد ما تنتهي فترة الامتحانات؟ هلا الغير مكلفين، هي الدوام ببلش عنا من الساعة 8 لينتهي للأوقات الرسمية، الغير مكلف عم بيداوم في مركز التصحيح، بعد المكلف بالمراقبة عم ينتهي من عملية المراقبة وبيلتحق في مركز التصحيح مباشرة. شكرا لك استاذ محمد. راح انتقل هلا كمان لرئيس دائرة الثانوي الاستاذ احمد جمال. يسعد اوقاتك استاذ احمد. اهلا فيكم، ميت سلامة. استاذ احمد، مثل ما انا شايفين هلا حضرتكم بجولاتكم على مراكز التصحيح، نحكي بداية عن الزملاء اللي عم بيشتغلوا بعملية التصحيح. اغلب الزملاء في الدورة الثانية بصححوا هن مدرسين البكالوريا، لانه بتعرفي الطالب واقف على علامة جاي يحسن مشان ما ينظلم حدا، لأنه نحن بنتمنى التوفيق لجميع الطلاب، وفي أريحية بالدورة الثانية عنا لأنه عدد دورات تكون قليلة وفي عنا مدة، نحن بدنا الدقة في التصحيح. هو هذا اللي بدي أسألك عنه أستاذ أحمد، أنه باعتبار الأعداد قليلة فصار في انتقاء للمصححين ولا نفس المصححين اللي اجوا المرة الماضية؟ في أغلب المواد مننا الرياضيات تم إعفاء أكثر من 60 مدرس اللي بدرسوا بكالوريا من أعمال مراقبة من شأن يكونوا هن في مركز التصحيح، يكونوا نواة مركز. وبتعرف يعني دائما نحن الورقة بصححها واحد بصحح بالأحمر، ثم بتيجي المدقق بقلم الأسود، ومن ثم المراجع بالقلم الأخضر، بحيث الطالب يأخذ حقه دون زيادة أو نقصان، لأنه هي الدورة مصيرية للطالب. أستاذ أحمد، بدي أسألك كمان على عملية مناقشة السلالم، اللجان اللي طلعت ناقشت السلالم. اللجان موجه اختصاصي وأحد المدرسين الأكفاء ذهبوا إلى دمشق وناقشوا السلالم وحطينا جميع ملاحظاتنا لمصلحة الطالب. شكرا لك أستاذ أحمد. انتقل هلأ كمان لموجه مادة الرياضيات الأستاذ عبد الرحمن فتياني. سعد أوقاتك. أهلا وسهلا، الله يعطيك كل عافية. السلام. أستاذ عبد الرحمن، تحكي لنا عن عملية التصحيح اللي عم تتم هلأ لمادة الرياضيات، شو دوركم أنتم هلأ حضرتك كمنسق؟ نحن دورنا بالنسبة لتصحيح عملية الرياضيات أول عمل بنقوم فيه بعد مناقشة السلالم والحصول على السلالم من محافظة دمشق، بعد ما تطلع اللجنة بتناقش، طبعا اللجان تكون من جميع المحافظات، ثم العودة إلى حلب ناخذ السلم بنناقشه مع زملائنا المدققين، نناقش السلم مع زملائنا المدققين، ثم نحل الأسئلة، نكتب الأسئلة على السبورات ونناقش، إذا أي زميل عنده سؤال بيراجع مناقشي السلالم، ونحن دورنا بنكون دائما معهم بالجولات على زملائنا المدرسين ومنتابعهم ومنشكرهم ومشكورين والله كل الشكر ضمن هالظروف القاسية، تركين عملهم وأشغالهم وهمهم إنه الطالب وإسعاد أهله وإيصال يعني الإسراع في صدور النتائج بأسرع وقت وأدق نتائج تكون إن شاء الله وتعالى. نحن جماعة الرياضيات دائما نتوخى الدقة كما في باقي الاختصاصات زملائنا، معلوم إنه الرياضيات هي دق شيء وعندنا عدد أوراق كبيرة، لكن زملائنا ما مقصرين، مشكورين جدا. شكرا لك، واكيد نحن كمان بنكرر شكرنا لكل مدرس عم بيساهم بعمليه التصحيح. رح انتقل هلا كمان لموجه رياضيات استاذ محمد حناني. سعد اوقاتك. يسعد اوقاتك واهلا وسهلا فيكم بمركز التصحيح رياضيات بحلب. اهلا وسهلا. استاذ محمد، كنا عم نحكي انه موضوع ماده الرياضيات تحديدا بدها دقه، انتم حضرتكم كموجهين من خلال متابعاتكم شو النصائح اللي بتقدموها للمصححين اثناء التصحيح بما يخص هذا الموضوع؟ نحن دائما ننصح زملائنا المدرسين
والمصححين، قلنا خلوكم يعني بهدوء، صححوا وبدقة متناهية وتجنب الأخطاء. لازم يكون عندنا الخطأ 0% ولا يوجد عنا أخطاء بإذن الله. هلأ أنا في شغلة بدي أسألك عنها، ويمكن الطلاب حتى بيسألوا عنها، أنه بعد مناقشة السلالم ممكن خلال عملية تصحيح أنه يطلع معكم شيء ملاحظة أو أي شغلة، أنه بتكون مثلا إذا تغير السلم أو صار فيه تعديل بتكون لمصلحة الطالب، بيصير هيك شيء؟ هذا الكلام ممكن لما يجينا شيء تعديلات من الوزارة أو نحن أثناء التصحيح بيصادفنا أحيانا طرق جديدة ما وردت من الوزارة، من رأس الوزارة وبنوزع العلامات بشكل يوازي الطرق السابقة بحيث أنه ما يصير ظلم للطالب بتوزيع العلامات الجديدة. شكرا لك أستاذ محمد. ننتقل هون للأستاذ كمان نتعرف عليه. موجه رياضيات فخر الشبلي. كمان بدي أسألك أستاذ فخري، هلأ أنتوا من خلال متابعاتكم عم بتشوفوا عملية التصحيح، كيف شفت أنت مستوى الطلاب بالدورة الثانية خصوصا اللي جايين للتحسين اللي بتفرق معهم جزء من العلامة؟ تماما، هلأ بالدورة الثانية لا شك المستوى مختلف، مرتفع متناسب يعني، وفي علامات ممتازة يعني تتراوح بين الجيد إلى جيد جدا والممتاز، طبعا أكثر من مستوى الدورة الأولى. هلا بالنسبه انه عدد الاوراق يمكن اقل عن الدوره الاولى، موضوع التصحيح ممكن انه يكون بوقت اسرع ما هيك؟ لا شك يعني ان شاء الله نحن 3 أيام بالكثير نخلص ان شاء الله، يوم الاربعاء باذن الله نكون خالصين عمليه التصحيح، وعدد اكيد يعني تقريبا الربع عن الدوره الاولى. وطبعا هذا الحكي اكيد ما بيمنع انه الدقه موجوده بموضوع التصحيح. طبعا لا شك، نحن عنواننا الدقه المتناهيه حفاظا على حق الطالب، وهذا حق مشروع للطالب ان شاء الله. شكرا لك استاذ. طبعا مثل ما شايفين زملائنا المدرسين وملتزمين بعمليه التصحيح طبعا من ساعات الصباح الباكر، العمل بكل دقه وحذر، خاصه مثل ما قلنا انه ماده الرياضيات تحتاج للدقه في التصحيح خاصه للطلاب اللي عم بيحسنوا. زملائنا مشكورين كلهم ملتزمين بعمليه التصحيح وبكل دقه، تعامل مع ورقه الطالب على أنها ورقة أحد أبنائه. مشكورة مديرية التربية بحلب اللي عم تأمن الظروف المناسبة للمراكز التصحيح ليكون المصحح مرتاح أثناء هاي العملية. وبالختام نتمنى لكل طلابنا التوفيق بامتحاناتهم ونتائجهم. هذا كل شيء كان عندي اليوم، ونرجع لزملائنا بالاستديو. شكرا جزيلا لك زميلتنا ضياء خضور، ايضا كنت معنا من حلب، ولافت في جميع هذه التغطيات حس المصححين بالمسؤوليه الكبيره تجاه هذه الاوراق، ومثل ما شفنا الضغط عليهم اخف من الدوره الاولى. رح نروح لتغطيتنا الاخيره وهي ختام حلقتنا من الحسكه، من دائره امتحانات الحسكه بالتحديد، في متابعه لسير امتحانات الدوره الثانيه للشهاده الثانويه بكل فروعها. تفاصيل اوفى مع زميلنا فاضل حماد. اليك فاضل. حياكم الله زملائي في الاستديو، ومرحبا بكل مشاهدي التربوية السورية. أنا الآن موجود في دائرة الامتحانات في الحسكة، يعني مع تقديم الامتحانات، وبالرغم من الظروف التي تمر بها محافظة الحسكة في ظل وجود محتل أمريكي محتل تركيا، توجه الطلاب إلى المقاعد الدراسة تحديدا لتقديم امتحانات الشهادة الثانوية العامة في الدورة الاستثنائية، ويتم تجميع الأوراق في هنا في دائرة الامتحانات ليتم إرسالها لغير محافظة من أجل إجراء عمليات التصحيح. طبعا مشاهدينا، بعد الانتهاء من تقديم الامتحانات يتم نقل الأوراق والوثوق، الأوراق الوثوقية، أوراق الامتحانات تحديدا، أوراق التصحيح إلى هنا إلى هذا المكان، وكما نلاحظ بعدسة الكاميرا يتم استلام هذه الأوراق هنا. يعطيك العافية. أهلا يا أهلا، أهلا وسهلا. تعرف عليك أستاذ؟ أنا أحمد سلطان، مسؤول الثانوي امتحانات الحسكة. أستاذ، بعد ما يخلص الامتحان شو الإجراء اللي عم تعمله؟ نحن بعد ما ينتهي الامتحان مندوبين التربية يجيبوا لنا مغلفات الإجابة، نتأكد من أنه المغلفات مغلقة بشكل جيد ومن المعلومات أنه مدونة بشكل دقيق، ونستلمها بجدول رسمي، وبعدها أن نحطها بالصناديق الحديدية ونرصصها لا يتم إرسالها إلى مركز تصحيح في محافظة القنيطرة. طبعا بالنسبة لكل مغلف هو مركز امتحان، مغلف يحوي أوراق إجابات المركز الامتحاني اللي فيه. تمام. الله يعطيك العافية. هاي الصناديق يتم تغليفها وإقفالها وإرسالها إلى المحافظة التي سيتم تصحيح الأوراق فيها. تصحيح فيها، نعم.
الله يعطيك العافية. الله يخليك، الله يحفظك. طبعا الآن سألهم صرخان مديرة التربية توضح لنا أكثر يعني الإجراءات في هذا الخصوص بعد ما نرحب فيك أنس إلهام، يعطيك ألف عافية، كل عام وأنتم بخير كمان بمناسبة تقدم الطلاب للامتحانات. صباح الخير وكل الشكر لمراسلي التربوية المتابعين دائما لسير العملية التربوية في محافظة الحسكة. تستمر امتحانات محافظة الحسكة حيث بلغ عدد الطلاب المتقدمين لمختلف الشهادات 4909 طلاب وطالبة، رغم كل الظروف الموجودة في محافظة الحسكة وحرارة الجو يتقدم الطلاب منذ الصباح الباكر إلى هذه المراكز. رغم صعوبة الطريق هناك حالات ضبط للعملية الامتحانية. وأيضا أنا كنت أريد أن أشير إلى هذه النقطة، عدد الحالات الغش التي تم ضبطها خلال الامتحانات التي تم تقديمها على مستوى محافظة الحسكة. بلغت عدد حالات الغش 66 حالة ضبط، أغلبها جوالات، هذا دليل عدم ثقافة المجتمع وأيضا عدم توعية الأبناء إلى اللجوء إلى حالات الغش وخصوصا الجوال، حيث يحرم الطالب عامين دراسيين نتيجة ضبط حالات الغش. نتمنى من الطلاب في المواد القادمة عدم اصطحاب أي حالة غش إلى المراكز الامتحانية، لأنه هي خسارة للطالب لهذا العام الدراسي. أيضا ما يخص الدورة الاستثنائية التي صدرت عن وزارة التربية، نتحدث عنها فيما يخص، أتحدث عن التعليم الأساسي طبعا. أيضا هناك دورة استثنائية لطلاب شهادة التعليم الأساسي، لها شروطها أن يكون الطالب مسجل في الدورة الأولى، أن يكون الطالب مسجل في الدورة الأولى، وأن تكون هناك حالات يعني حالات عدم استطاعته تقديم مادة أو عدة مواد يراها مدير التربية وأيضا توافق عليها وزارة التربية. ظروف قاهرة يعني. ظروف قاهرة، وفاة أحد الوالدين، مرض، دخول مشفى، تجمع كل هذه الطلبات. عدد حالات القليلة جدا للدورة الأولى، بلغ عدد الطلاب حاليا إلى 4 إلى 5 طلاب حاليا بالتسجيل. في شيء صعوبات تواجه العملية الامتحانية تواجه القطاع التربوي بشكل عام، يعني من حيث عدد الكوادر، المراكز، يعني نتحدث عن خروج الكثير من المدارس عن الخدمة، كيف تم استيعاب الطلاب؟ الصعوبات هي وجود المراكز الامتحانية محصورة في مدينتي الحاسة والقامشلي، صعوبة تنقل المراقبين مسافات بعيدة، أيضا صعوبة تنقل الطلاب، حرارة الجو، قلة عدد الأماكن للطلاب حيث ينتقلون الثالثة صباحا حتى يصلوا في الوقت المناسب في الساعة 7:30 المراكز الامتحانية. أما باقي هناك التزام للمراقبين، رؤساء المراكز، المندوبين، وصول الأسئلة في الوقت المناسب. نشكر كل الكادر الإداري والتدريسي في محافظة الحسكة على التزامهم وخصوصا في الدورة التكميلية. أيضا هناك تعاون كبير بينكم بين وزارة الداخلية، قيادة شرطة الحسكة، في تأمين الجو الامتحاني الهادئ، حماية المراكز الامتحانية، تحكي لي أكثر عن هذا التعاون على الأرض. الحقيقة هي العمل مناصفة بيننا وبين قوى الأمن الداخلي، أصلا لولا وجود قوى الأمن الداخلي لما استطعنا أن نستمر بالمراكز الامتحانية، حماية المراكز، أيضا مرافقة مندوبية، إيصال الأسئلة في الوقت المناسب، ترحيل الأوراق من محافظة إلى أخرى لعمليات التصحيح، وأيضا أي طارئ نراهم دائما موجودين وفي الوقت المناسب. بدي أتشكرك جزيل الشكر، مباركة كل هذه الجهود الكبيرة التي تبذل في الحسكة بالرغم من الظروف، إنجاح العملية الامتحانية بشكل كبير، نتمنى التوفيق أيضا لكل طلابنا. دائما نتمنى التوفيق والنجاح لطلابنا في محافظة الحسكة وينالوا مراتب متقدمة على مستوى القطر إن شاء الله. يعطيكم العافية. طبعا بدي أتشكر من خلال الآن إلهام صرخان كل الكادر التربوي الموجود في محافظة الحسكة الذي حقيقة يقدم جهود كبيرة بالرغم من هذه الظروف الاستثنائية، وجود محتل أمريكي، محتل تركي، ظروف صعبة حقيقة. أيضا التحية موصولة إلى قيادة شرطة محافظة الحسكة ممثلا بقائد شرطة المحافظة العميد محمود جنيد الأحمد على التعاون مع مديرية التربية لحماية المراكز الامتحانية لتوفير الجو الهادئ للطلاب. ختاما نتمنى التوفيق لكل الطلبة المتقدمين لهذه الامتحانات. عودة إليكم زملائي في الاستوديو. شكرا لك.
شكرا جزيلا لك زميلنا فاضل حماد، كنت معنا من الحسكة. فعلا رغم هذه الظروف الصعبة ولكن كان هناك نسبة تفوق كبيرة في محافظة الحسكة، وسير عمليات التصحيح كما لاحظنا في هذه التغطية تسير بشكل جيد ودقيق. أيضا كانت هذه التغطية هي ختام حلقتنا لليوم، نتمنى التوفيق والنجاح لطلابنا وبانتظار إصدار النتائج. في الختام كل الشكر لزملائنا اللي كانوا معنا بحلقتنا لليوم، وليد سلطان من حمان، والنص من حمص، فاضل حماد أيضا الشكر مجددا لك من الحسكة، ضياء قدور من حلب ومن ريف حلب بالتحديد، تالا الحسن من طرطوس، وسماهر دنون من السويداء، كل التحية لكم زملائنا على هذه المشاركات. في ختام هذه الحلقة مني ومن فريق العمل في البرنامج أجمل تحية، كانت معكم رشا عمر في الإعداد وحمزة حمزة في الإخراج. إلى اللقاء.